طلاب سلام عليكم، رحب بكم أجمل ترحيب في هذا الدرس التشريحي للجهاز التناسلي الأنثوي الملاصق للجهاز الهضمي. نلاحظ في هذا المقطع على طاولة التشريح كل من الجهاز الهضمي والجهاز التناسلي كما واضح في الأجزاء. هذا هو المبيض، هاي هي الحويصلات معنا، هذه هو عصلة ناضجة، هذا هو القمع، هذا هو المعظم وجوار البرزخ، وهذا هو الرحم اللي هو الشال جلاند، وهنا عندنا الفتحة التناسلية المشتركة، هذه هي الفجاينة. في حين أجزاء الجهاز الهضمي مبتدئة من الجزر، بعدين الاثني عشري، وبعدين تجي بعدها البنكرياس، الأمعاء الدقيقة، العورين، الأمعاء الغليظة والمستقيم. هذا هو تشريح الجهاز التناسلي الأنثوي وإخوان. المبيض اللي بيه مجموعة كبيرة من البويضات، وهذه هي الحويصلات، هذه هي المنطقة الخالية من الأوعية الدموية وما تسمى بغلاف الاستيغما، هذا هو القمع بدايته اللي يعمل على عملية التغاط البويضة وبيحدث الإقصاب. هذا هو المعظم، المعظم أبرز وظائفه إفراز البياض من جملة الألبومي. نانا البرزخ اللي هو أخشية، أبرز وظيفته هو إفراز طبقات القشرة الخفيفة، وهنا إفراز القشرة الكلسية اللي هو بالرحم إضافة إلى الطبقة المغلفة القشرة الكلسية. نا هذا المستقيم. نا بعد ما عملنا فتحة أو قصينا أنبوب الجهاز التناسلي الأنثوي، نلاحظ هذا المعظم، البرزخ، الرحم، الفتحة التناسلية المشتركة، المستقيم. نلاحظ هنا أنا عندي هو المبيض، بعض نلاحظ به الحويصلات مبيضية، هذا هو القمع، هذا هو المعظم بدايته، هذا الحويصلات هنا، هذا منطقة الاستغماء الخالية من الأوعية الدموية، وهذه هي حويصلة بعد ما فرغت، حويصلة مهجورة بعد ما فرغت محتواها من الصفار، وهذه هي عبارة عن حويصلات غير ناضجة. أيضا مقطع آخر، حويصلات مبيض، القمع، وهذا هو المعظم، هذا هو البرزخ، رحم، عبيضة كاملة، هذا هو الأمعاء الغليظة والفتحة التناسلية المشتركة. لاحظ هنا أنا. هذا هو الرحم شيل جلاند، هذا نهاية البرزخ، هاي العورين، الأمعاء الغليظة، الأمعاء الدقيقة عفوا، هذا الأمعاء الغليظة، وهذه هي الفتحة التناسلية المشتركة، وهذا هو المستقيم، وهذا هو المهبل. أيضا مقطع آخر تشريحي آخر، هاي البيضة موجودة في الرحم بعد اكتمال إفراز القشرة الكلسية، هذا البرزخ، وهذا هو المعظم،
الكويكه او فتحه العسليه المشتركه، مستقيم جاينا الامعاء الغليظه. الرحم لاحظ ايضا بعض المقطع التشريحي، البرزخ، المعظم، هذا الرحم هنا عندنا، الفتحة التناسلية المشتركة، وشكرا جزيلا لأصغائكم.